تتجه الصين إلى تعزيز جهودها بشكل كبير في الشرق الأوسط بحسب تقرير سنوي صدر مؤخرا عن وزارة الدفاع الأمريكي نشرته صحيفة ميدل إيست مونيتور. التقرير ذكر أن بكين وجيشها زادا من التواصل مع دول المنطقة وخصوصا العراق. ورصد التقرير توسع المصالح الاقتصادية لبكين في مناطق إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى إضافة للشرق الأوسط، متوقعا منها في الوقت نفسه تركيزا متزايدا نحو توسيع عمليات عرض الطاقة على مستوى العالم. وبحسب التقرير فإن الجيش الصيني الذي يملك قاعدة في جيبوتي يتطلع إلى بناء منشآت إضافية في الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، مشيرا إلى سعي بكين لتوسيع إمداداتها اللوجستية الخارجية وبنيتها التحتية الأساسية في سبيل السماح للجيش بإبراز القوة العسكرية على مساحات أكبر. وبخصوص ترسانتها النووية، فرجح البنتاغون الأمريكي أن يصل مخزون بكين من الرؤوس النووية إلى حوالي 1500 رأس حربي بحلول عام 2035، مشيرا إلى أن خزينها في الوقت الحالي لا يتجاوز 400. أما القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي الصيني فيقول التقرير الأمريكي إن بكين أطلقت العام الماضي نحو 135 صاروخا باليستيا لغرض الاختبار والتدريب، وهو رقم عده التقرير يفوق الصواريخ التي أطلقتها بقية دول العالم مجتمعة باستثناء تلك المستخدمة في مناطق الصراع. التقرير الأمريكي يأتي على خلفية تحذير أطلقته واشنطن لشركائها في الشرق الأوسط بشأن علاقاتهم المتنامية مع بكين. فهل تشكل هذه العلاقات تهديداً لمصالح الولايات المتحدة في هذه الدول؟